المنارة لتهدي التائهين إلى مقاصدهم، وسورت بالأسوار العالية لعلها تصد الطامعين المعتدين، لكنهم دخلوها كاللصوص تحت جنح الليل بمؤازرة من خولة ولثارين. وإذ كافحتهم الملكة العظيمة حتى آخر عرش ينبض بها، أنهت حياتها بالسم ومضت إلى المدى البعيد بعد أن دون اسمها على صفحات شرف التاريخ. قال الجندي باسم ذو 20 عاما يخاطب نفسه وهو ينظر إلى رفاقه الممددين على الثار: أيمكن أن يعيد التاريخ نفسه؟ لقد كان قبل قليل مع أقرانه وأحلامهم وضحكاتهم وضجيجهم وولداناتهم. دعاه طارق أخوه بالسلاح إلى عرسه حين تنتهي هذه الحرب على بلادنا، وكم ضحكوا وبكوا لسماع هذه الجملة إذ بدا لهم أن العالم يتسلى بهم ويضحك ملء فمه بما رآهم قتلى وجرحى ومتسولين ومشردين هاربين لا يعرفون ضرب الخلاص. لكنه الآن يبكو على مقربة منه وهو لا يزال يحضر أنثيته التي غمرها دمه بعد أن خذلته هذه المرة بفقد طلقاتها كلها. لم يسمح لعينيه أن تدمعاه، ولكن يمكن لدموع القلب أن تنزف فإنها لا تحجب رؤية العدو. قال: غدا عندما تنتهي هذه الحرب سأبكي كل واحد فيكم، بل لن أتوقف عن بكائكم أبدا، أما الآن فسامحوني لا وقت للبكاء. انهال الرصاص عليه من الاتجاهات كلها، لكنه ظل يقاوم، فقوس النصر يكلله وأمه تنتظره، والغزاة جعلوا كل شيء عدوا له، فلم يسلم منهم شيئا، ولا امرأة ولا شجرة ولا طفل ولا حجر، بل لم يسلم من أيديهم أي شيء جميل. أطلق كل ما في جعبته وهو واقف كالطود على باب القوس، لم يدخل إلا على جثته. رأى بعل الشمين ورب السماء يبتسمان ويلوحان له بأيديهما، فرأى الملكة تقود جيشها الجبار في محاربة الروم وهي ترفع راية النصر. فارق الآن النصر وإن طال فلا محالة قادمة. آه كم يتشابه الغزاة، كأنهم من الأرومة ذاتها، فكل جحافلهم مرت من هذه البلاد ودفنت هنا. في إجازته الأخيرة منذ أكثر من عام قالت له أمه: عد سالما يا بني، حافظ على حياة رفاقك وعلى حياتك، كن بطلا أباهي بك الأرض كلها، ولكن عد كي أفرح بك، عد عريسا، عد كما يكن لك، لكن عد حيا. حضنته بذراعيها كأنها لم تراه بعد اليوم، ولم تسمح لدموعها أن تنزل، فالدموع للفاقدات كما قالت لنفسها. تذكر ذلك وهو يلقن بندقيته للمرة 20، أمواج بل أفواج من رمال الصحراء كأنها من جنود الشيطان تملأ الأرض والفضاء. لم يعكر شيئا إلا طيف أمه الذي بدا مثل نور وسط هذا العدو الكثيف. يا الله كم يتشابهان أمي والوطن، نور وسط الظلم والظلام، حضن دافئ، حنان لا صنو له، شموخ لا يدانى، فكيف أسمح لأحد بتدنيس قدسيتيهما؟ سأعود يا أمي، ولكن
لمن أترك حطم الأرض بنت، لمن أودع ذراعيها، لمن أترك زنوبيا فهم مغتصبون وسيغتصبونها ولو كانت صنما. تلاشت العاصفة الرملية فاستيقظت زرقة السماء، أسند ظهره إلى آبدة من أوابدها العظيمة وجلس ينتظر قدوم العدو. أرسل ناظريه إلى الغابين فوق الثرى فرأى آثار ابتساماتهم على وجوههم الشاعبة التي غزتها الرمال فغطت أكثرها. ابتسم حزنا وكمدا، لم يعد لديه ما يدفع به الموت عن نفسه، فقد احتضرت بارودته هي الأخرى بالجحافل القادمين كالجراد ترمي نيرانها على كل شيء وأي شيء. صرخت الملكة من ألم وحرقة، وأطلق رب السماء صوتا جبارا بعد أن فخخوه بقنابل كراهيتهم. كانت المدينة العظيمة تنتهب وسنابك خيم جهالة الطغاة تدمر جدرانها وقبورها. حين هوى لمح حبيبته من بعيد تحلق في الفضاء وهي ترتدي ثوب زفافها الأبيض، فابتسمت ابتسامة من وجع، فالألم طغى على أنحاء جسده كله بعد أن بغته شيء حار. كان دمه يتسرب إلى عروق الأرض ليمدها بنسل المجد، وهمس في أذنها: يبدو أنني سأعود جنينا إلى أحشائك أن يطوى الأرض الطيبة يا أمي. فغفى ومضى، وشكرا جزيلا.